يعني أنا كل اللي قاعدة بقوله بالفترة الأخيرة إنه عن جد شو ما بدي أحكي شو ما بدي أحكي أنا رح أظلم ورح أظلم كثير. فيش إشي يوصف كأب كأخ كابن لبار لأهله، كرجل إداري في المشاريع الموجودة عندنا، المشاريع التجارية، كتاجر، كقيادة، من كل النواحي فيش كيف أوصفه، فيش كيف أختصره. كان يعني يجتهد، هو كان يجتهد إنه عن جد كل زاوية أو كل دور بيقوم فيه بالحياة يقوم فيه على أكمل وجه. الحمد لله رب العالمين، والإشي أثمر، يعني واضح إنه الإشي أثمر من كيف الناس استقبلت خبر موته. مش بس الناس اللي موجودين، يعني جزء انتو شفتوا اكثر الناس اللي موجودين بسلك الدعوة والعمل الاسلامي والعمل الاجتماعي، بس احنا شفنا برضو الناس اللي موجودين معانا في الشغل، في التجارة، التجار، الناس اللي الدكاترة في المستشفى. عنا ابن اخو بوضع صحي خاص، فالدكاترة اللي في المستشفى بتابعوا حالة ابن اخوي، يعني ودوا انهم بصدمة. المستشفى طبعا اولها حتى رسالة ما عرفوش يودوا، اتصلوا اتصال حتى يعزونا. ومن هون الحمد لله قاعدين بنشوف انه عن جد يعني كل الجهد اللي اجتهدوا اثمر. لقاء الاخر كان بنفس اليوم، يوم سبت. بالصدفة بنتي نامت عندهم قبل بليلي، تقول لي بدي انام عند دار سيدي. رحت الصبح اتصلت لي برضه، يعني انا بكيت بدي اشتغل كم شغله بالدار، اتصلت لي البنت بتعيط تعالي افطري معانا، وجيت وقعدت افطرنا مع بعض. لعب مع بناتي، اللي بنت المفروض تفوت صف اول طبعا ما بلشتش بسبب اللي صار، فكان كثير 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 متحمس انها بدها تفوت صف اول. هو اللي اشترى لها الشنطه، كان يقولها انت رح تكوني بنت كثير شاطره مبين عليكي. ضحك على البنت الصغيرة بتقلد كيف الغسالة بتعمل وهي خربانة. أجا عنا زلمة قعد معاه قعدة طويلة ضحكوا، يعني كان يعني حتى قاعدين بنتذكر مع بعض إنه في كل الفترة الأخيرة كان إنسان جدا مطمئن وأغلب وقته يضحك معنا. مضى كثير وقت معنا بالفترة الأخيرة رغم كل الانشغال اللي كان فيه، وكأنه يعني كل الوقت هاي عين الرضا، كان مطمئن، يعني أكثر كلمة بتوصفه في الفترة الأخيرة. الحمد لله طلع يصلي كالعادي، يعني معروف إنه أبوي يعني بيسألوني مش صعب لك، ولا مش صعب لك، وأي واحد اليوم بده أبوي من أي محل كان بيعرف إنه بلك أبوي بالخمس مواقيت الصلاة في المسجد، وإذا في بيت عزا في البلد رح يلكافي، إذا في مش عارف اجتماع رح يلكافي، معروف. يعني تهديدات ما كانش، زي ما قلت لك الفترة الأخيرة كان جدا مطمئن ويطمئن فينا. ما وصل تهديدات من مرة، يعني حتى إحنا التلفون ويومان وكله معنا، ما كانش إشي. ملان رسائل ممكن توصل عن جد من يعني حتى إحنا قاعدين بنتلقى رسائل من وفاة أبوي رحمة الله عليه، أو من اغتيال أبوي حتى للأدق. بس الرسالة الأولى اللي بحب أقولها عن جد في ظل كل الأخبار والأحداث والأشياء اللي قاعدين بنسمعها، اللي قاعدة بتمثل الخوف واليأس والمشاعر الصعبة عند الناس، من خبر الاغتيال لكيف تلقيناه، لكيف الناس أجت، لكيف الناس دعمت، لكيف الناس وقفت وتفاعلت مع الخبر، الرسالة الوحيدة اللي بقدر أحكيها أنه إحنا بخير الحمد لله، بذرة الخير موجودة فينا. يعني بعرف أنه الوضع صعب، الظروف صعبة، الأخبار اللي قاعدين نسمعها صعبة، بس مهم نعرف برضو أنه إحنا بخير، والخير هذا اللي لازم نركز عليه ونستمر فيه. يعني وفاة الوالد رحمة الله عليه كانت رسالة اللي هي بدنا نكملها، بدنا نستمر فيها. بقول سبحان الله، أبوي من الناس اللي حب البلد، حب الوطن كثير كثير كثير، بس يعني كان عنده هيك محبة وغلاوة خاصة للبلد، فكان مع كل أحداث دائما لما بتصير أحداث صعبة ما يسمحش للحظة نحكي كلمة عن البلد أو عن الوضع البلدي، كلنا لا، بلدنا بلد خير، بلدنا فيها الخير. بتشوفوش انتو ما وراء الكواليس، بتشوفوش شو بلدنا معطاءة، بتشوفوش بلدنا كيف بتوقف يعني للمحلات الصعبة.
سبحان الله رجعت له الخير. فكل ما احنا الحمد لله منآمن بالخير وبنسعى لانه نشوفه لانه نمشي معه فاحنا بخير، يعني احنا بخير بحياتنا واحنا بخير ان شاء الله يعني بوفاتنا. فهي هي يعني شوفوا الخير عن جد وركزوا عليه. نسأل الله. صعبة ثقيلة يعني، ابوي كان رجل بأمي وبعدنا بنحكي انه كداش يعني مش عارفين كيف كل واحد رح ياخذ جزء ولا كيف بالضبط، بس نسأل الله يعني اللي ربنا اعطى ابوي هاي القوة ان شاء الله انه بيعطينا اياها.